بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف نعدل على آخر كومنت أنا برفعها على الروب ستوري. خليني أعطيك مثال عشان تكون الفكرة صارت واضحة. في عندي 3 كومنت، داخل كل كومنت راح يكون في عندي ملفات. في عندك كومنت A، كومنت B، كومنت C، وأكيد راح تحكي لي إنه الكومنت C هو آخر كومنت، فأكيد لازم يكون في نسخة منه في الوركينج دايركتوري، إنه هذا الفولدر ما ارتفع على الريبستوري إلا من الوركينج، بعدين من الوركينج للستيج، من الستيج للريبستوري. الفكرة هون، بعد ما رفعت الكومنت على الريبستوري اكتشفت إنه داخل هذا الفولدر كان لازم أضيف بعض التاسكات وأنا نسيت أضيفها، يعني كان في عندي تاسكات وأنا كان لازم أضيفها على الفولدر C بنفس الكومنت. يعني ما بقدر مثلا اضيف الملفات وارجع ارفع كومنت جديده، بتصير هون عندي اياها دي. كيف بدنا نحل هاي المشكله؟ راح نعطي مثال على نفس مشروعنا اللي اسمه بروجكت. خليني اشوف اخر كومنت اللي انا رافعها، هي جيت لوج حكى لي انك اخر كومنت انت رافعه هو عباره عن رينيم نوت 1. متذكر ما غيرنا اسم الملف؟ خليني افتح النوت 1. تذكرت هسه انه انا لازم اضيف كلمة هاي محمد، هاي هاي محمد السيد. هون في نقطة مهمة احكي لك اياها، الحكي اللي بطبقه انا انت بتقدر تطبقه على اي لغة برمجة، كانت مثلا جافا، جافا سكريبت، دارت، اي اشي بتشتغل فيه انت ممكن تطبق نفس اللي انا بسويه. ليش ما بشرح برمجة او خليك بشرح اكواد برمجة عشان يقدر الكل يفهم الكلام اللي انا بحكيه وركز فقط على الافكار مش على الكود. خليني اسيف وهي اكسيت، هي عندي هو بعمل كيو. خليني اكتب جيت ستاتس. انا شو حكالي انك انت عدلت على ملف اسمه نوت 1، بس انا هذا التعديل ما بدي ارفع الستيج اريا بعدين ارفع كومنت جديده، لا بدي ارفع نفس الكومنت. هون راح يكون في عندنا الامر اسمه get comment double dash amend بعدين dash m، نكتب الكومنت اللي انت بدك اياها. بدي احكي له rename and update note dot text note 1. قبل ما انفذ الامر بدي ارجع اوريك اللوك على بروجكت نيو تيرمينال اد فولدر. خلينا نكتب جيت لوك. اتذكر انا كان في عندي اخر كومنت هو عباره عن رينيم، هو عباره عن رينيم. الناس اللي بتحضرنا بدون تسلسل الفيديوهات احضر الفيديوهات المتعلقه في الكومنت لاين عشان تقدر تشتغل معي، حتى لو كان جهازي ماك تقدر تسوي نفس الخطوات هاي في الويندوز. خلني اعمل هسه كيو واجي اسوي هنا انتر. شو حكاي انا عملت لك دمج بين اخر كومنت والكومنت هاي، انا مش مصدق. خلينا نشوف جيت لوج شو حكاي انه اخر كومنت عندي اياه هي عباره عن رينيم اند ابديت، وهي متعلقة في النوت 1.txt، والرينيم وين راحت؟ هي ما انحذفت، هي اندمجت بنفس الكومنت. أتمنى تكون أفكارنا كانت واضحة، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافية.